الشباب اللي موجودين راح يعطون سؤال وسؤال، واحد منهم راح يطيح. طيب شو الجديد؟ طيب واحد سؤال بدون خيارات وبدون صح وخطأ اللي هو فايز، واحد سؤال صح وخطأ. سبحان الله صارت المناسبة، الحمد لله. أوكي السؤال يقول لك يا خالد، طبعا ما هو طالع على الشاشة. ليه مفروض فايز الأول، هو الأقرب للهاوية. هو ما هو طالع على الشاشة لأنه صار يمكن صار فيه مشكلة. ما علينا من الشاشة. هل تعتقد إنك تبي تطيح بالهاوية أو لا؟ أجب نعم أو لا. تستهبل. جاوب. والله أنا سؤال. 15 ثانية. إيش السؤال؟ 15 ثانية. لا. خطأ. لا إنك ما طايح. أعتقد إني ما طايح. إيدينك على جنب. مش السؤال يا استهبال. على جنب. لا. والله العظيم مو هذه أسئلة. إيدينك على جنب لو سمحت. محمد استهبل. يا رب. والله موجود في المشاعر عجيب. سؤال فايز. طيب. فايز ركز. سؤالك صعب. كم عدد سنوات تشوف؟ لكن ثقافتك تتعدى مراحل انك ما تجاوب السؤال. السؤال يقول معك 15 ثانية فايز، ركز. انا والله كنت خوفي تدري وشو؟ اني اطيح على راسي هنا لا سمح الله. سيمافور هي لغة تخاطب معروفة، فمن يستخدمها؟ سيمافور هي لغة تخاطب معروفة. معروفة، من اللي يستخدمها؟ معروفة مرة لدرجة اني انا ما اعرفها. والله ما عاد اعرفها والله. سيمافور جاوب اي شيء للبركب. لا لا للإشارة العمي. ما ما جاوب. جاوب اخر شيء. ايش قال؟ اشارة العمي قال اخر شيء. اخر شيء قال العمي. جواب ونعتمد انه اجابته هي الاجابة الاخيرة قبل انتهاء الوقت، وهي طبعا هي ولا واحدة لغة الاشارة. لا 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 قلت العمي، حق العمي هذه اللي ما ادري ايش البرايل. ما ندري البرايل. لا هذه مطورة. نشوف احنا اخذنا اللي هي يمكن ما ندري. اي جواب ركز يا خالد. سؤالك سهل جدا. صح خلاص. او غلط؟ سهل جدا بالحين. صح او صعب علي ما عاد يفرق. خلاص تعال تعال دقيقه خلاص. دقيقه سؤال بدون خيارات؟ لا. طيب اذا خطا تنعاد الكره. تنعاد. يس اوف. اما بالانجليزي والله عقب البدله لان السؤال سؤالك يقول يا خالد يلا الهواء الحار أثقل من الهواء البارد. صح. أنا معي ميزان. أنا معي ميزان. الهواء الحار أثقل من الهواء البارد. والله ما أدري. صح ولا غلط؟ عاد ركز عندك 10 ثواني. أثقل من الهواء البارد. صح. صح. الهواء الحار أثقل من البارد. قال صح. دائما مشاهدينا الكرام. دائما. دائما مشاهدينا الكرام الهواء الحار اذا جاوبنا اثنين خلاص ما نطيح اثنين لانه ما والهواء تحرين. البارد يصير تحت ولا دائما يصير تحت هو الاثقل. خالد ليش؟ ايش ايش قلت؟ ايش الهواء الحار دائما يصير فوق. ليه؟ والبارد يصير تحت لان البارد هو الاثقل. فاجابتك غلط بس ما ندري عن اجابه فايز. اسالك بالله اجابتك غلط؟ والله اجابتك غلط. اجابتك غلط؟ والله اجابتك غلط. واجابه فايز غلط يطيح هو. ما لان اقرب الهاوي. يعني اجابه لا فايز. الا ذاك اذا كانت صح اثنين صح نطيح نعيد، اما اثنين غلط تطيح انت لانك جاوبت غلط. اذا متساويين وغلط نطيح. نبي نناقش فكره البرنامج احنا في الحلقه 12. لا اسال نفسك يا حبيبي نعرف نعرف البرنامج. والله انا اللي اعرف اذا اثنين غلط هو يطيح حد غلط. لا اقول لك ابين لكم وش بيصير. ابين لكم وش بيصير. احس ان بزارين صح؟ اذا جميع الاجابتين خطا ما نطيح كلنا لان ما تساوينا. يطيح الاقرب للهاويه. اوه ايه اشوى حسب جولة ثانية. بسم الله. اذا كلنا صح ناخذ سؤال فاصل. ركزوا. بسم الله ما في امل جابت فايز. بسم الله الرحمن الرحيم دخت. فايز كانت اجابتك هي خاطئة. انا ما ادري ايش احس بمقلبوني في يوم من الايام ويفتحنا بالغلط. ألف مبروك يا خالد. سلسلة الانتصار الله عليك أخيرا ما بغيت والله لي حلقتين معلق وقفت سلسلة الخسائر. خلاص الحمد لله وأعلن من هذا المنبر أن هذا آخر سقوط لي كان أمس آخر لمدة يومين متتالية. صاحبك بسم الله بسم الله. وش الهاشتاج؟ الهاشتاج الصعود الهاوي 11. مهلا يا رمضان. رمضان رمضان طار. يلا ايش قول يا غالي؟